السلام عليكم، مرحبا يا شباب، كيف الحال؟ رح نحكي اليوم عن الصنف الأشهر في تركيا أو الأكثر زراعة في تركيا، هو الصنف العنتابي، معروف عنا في بلاد الشام بالصنف التركي. الصنف العنتابي بتميز عن باقي الأصناف جميعا، حتى بتفوق على الحلبي بموضوع الحلويات. هذا الصنف هو أكثر الأصناف مستخدمة بصناعة الحلويات في تركيا بشكل عام. بكون القلب تبع الثمرة أخضر جدا ونكهته عالية جدا، وفيه شغلة كمان أكثر شيء هو بيحتوي على زيت، وبين جميع الأصناف هو الفستق العنتابي، فيه أكثر من 34% زيوت باللب. هذا الصنف بتمر بشكل رهيب، الشجرة تبعته بتكبر أكثر من كل الأصناف، بتحمل عوامل الجوية السيئة أكثر من جميع الأصناف، بتحمل العطش، بتحمل الحرارة، بتحمل الري بشكل عام ونشيط كمان. من ميزة هذا الصنف كمان أنه هو بربي نفسه بنفسه، ما بحتاج للعناية مثل باقي الأشجار من القصم والترتيب، هو بشكل عام بربي الشجرة بنفسه. هاي الشجرة عنه بعمر 7 سنوات، هاي ثاني سنة بتثمر أو ثالث سنة، ثانية أو ثالثة بتثمر. حاليا بنشوف الثمر نحن وزارة الثمر، وإذا بننتبه كمان في ثمر للسنة الجاية بشكل رهيب، طبعا ببين معنا نحن من خلال ما بين الأوراق، عيون الحمل اللي موجودة بين الأوراق. خلينا نقرب الصورة على الثمرة، هاي ثمرة العنتابي، نسبة تفتح أكثر من 85%، إذا كان مروي، إذا كان بعل تقريبا توصل لـ 65-70%، إذا كان بعل تماما بدون أي ري. فبنصح بهذا النوع، هو من أفضل الأنواع الموجودة في تركيا، النوع الرائج. والله يعطيك العافية، شكرا.